سامية السيد عمر محمد. الحمد لله انا رشحوني ان شاء الله السنه دي ام مثاليه على الام الاولى على مستوى الجمهوريه والله اعلم. وانا في الاول بصراحه عايزه اشكر السيده الوزيره الدكتوره الانسانه الام السيده غدا والي، لان هي السبب في تكريمنا وان احنا موجودين النهارده معاكم، هي السبب في كل ده، وانا بشكرها والحمد لله ان ربنا كرمني وهي كرمتني، وان شاء الله الرئيس السيسي هيكرمني، وانا مبسوطه النهارده جدا 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 ان انا موجوده معاكم الحمد لله. انا قصتي الحمد لله، انا ربنا انا اتجوزت من 33 سنه، ما كنتش اعرف يعني ايه الوراثه او الاعاقات بتاعه الوراثه. اتجوزت قريبي فجبت الحمد لله ربنا اداني 3 بنات في اعاقه بصريه، وانا راضيه بيها وحمد ربنا عليها الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله وكملت معاهم المشوار، كنت لهم الام وكنت لهم الاب، لان الاب يعني الحمد لله ما كانش عايش معانا، يعني كان يجي يروح ويسافر ويجي، والحمد لله نحمد ربنا على كده. ربيتهم احسن تربيه، وصلتهم لجامعه القاهره، البنت الاولى اداب القاهره لسانس اداب جامعه القاهره، البنت الثانيه لسانس اداب جامعه القاهره، البنت الثالثه اولى جامعه القاهره اداب القاهره. وبشكر ربنا، ربنا وفقني وانا مسكت الدفه ومشيت في البحر وقلت يا رب انت المعين، لا اغرق انا وهم، لا تنجيني وتطلعنا على البر. والحمد لله الحمد لله الحمد لله وفقني من ما فيش. انا ما كانش انا كنت المعيله ليهم، وما كانش ليا معاش وما كانش ليا اي دخل، وكان ربنا هو المعين ليا، وربنا وفقني وقدرت اوصلهم لاعلى حاجه انا كنت بتمناها من ربنا. كل واحده خدت شهاده جامعيه، وبحمد ربنا الحمد لله ربنا وصلني بيهم لبر الامان، والله من مساعده الاهل، وربنا ما بنساش حد الحمد لله. اخواتي توفوا وبقيت برضه اقول يا رب، وبعدين الحمد لله رب العالمين. الناس حلوه، الناس في مصر حلوه، مش كل الناس وحشين، الناس حلوه وفاكرين بعض، ورحمه ربنا اقوى من اي حد، اقوى من اي بشر. ربنا فاكرنا ومش ناسينا ومش هيخلينا نحتاج لحد ان شاء الله. ايه اصعب موقف مر عليكي في حياتك قلتي لا انا كده كفايه مش قادره؟ لما ما كنتش لاقيه فلوس اصرف عليهم، لما جاء عليا ايام ما كنتش بلاقي عشيهم، يا كنت يعني اخر الغدا اللي هو البسيط اللي ممكن يكلفني 3-4 جنيه، والحمد لله الحمد لله الحمد لله. كنت بخلي الغدا الساعه 5 علشان ما يقولوليش يا ماما احنا عايزين نتعشى عشان نصلي المغرب والعشاء وننام، هو ده كان اصعب حاجه عليا. وبقيت اقول يا رب قويني يا رب قويني، ما يجيش عليا يوم ما الاقيش جنيه ااكل بيه بناتي او اصرف عليهم، او ما الاقيش مواصلات اركب عشان اوصلهم للجامعه عشان اشوفهم حاجه كويسه وياخدوا شهاداتهم واوصل معاهم مرحله التعليم. ربنا وفقني 3 بنات ظهرت حياتي، 3 ملايكه ظهرت حياتي، انا كنت تحت رجليهم وماسكاهم في ايديا وما سبتهمش ومش هسيبهم لغايه ما ربنا خلاص بقى ياخدنا عنده، وانا هسيبهم في رعايه ربنا، هم ما لهمش حد الا انا وربنا.